عمل. طب احمد مهران، الاستاذ احمد مهران معانا على التليفون. الو الو، مساء الخير. مساء النور استاذ احمد، اتفضل. لك حق الرد عن هذه الحلقه اذا كنت حضرتك كنت متابعها. ايوه بصي، اولا خليني اقول لك بس اللي عايزه اقوله، ويا ريت ما تقطعيش عليا. لا خالص، ما احنا طالبين حضرتك. ليه؟ بصي، اولا انت ما طلبتنيش، انت كدابه. انا اللي طلبتكم. لا ما تقولش كدابه، يعني ارجو ان تتجاوز. لو انا بقول لحضرتك، احنا فريق الاعداد بيتصل بحضرتك وحضرتك شوف التليفون. انا بقول لك تليفوني في ايدي، ما حصلش. انتوا ما كلمتونيش وما حاولتوش تتصلوا بيا. طب ما حضرتك بتكلمنا ازاي دلوقتي لما احنا ما حاولناش نتصل بيك؟ وانا اللي اتصلت بيكوا وحضرتك اتصلت بينا. طب ما احنا سايبين لحضرتك حق الرد مكفول، يعني ده دليل ان احنا اهو استقبلنا مكالمه حضرتك. اتفضل بس، فحضرتك شوف الرد اللي حضرتك عايز ترده. اتفضل. خلصتي اتكلم انا بقى؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. اللي انت بتقوليه مش حقيقي، انتوا ما حاولتوش تكلموني وما تقدروش تكلموني. انا ما نقدرش ليه؟ حضرتك معانا على الهوا اهو. ما انا هقول لك اهو، اسمعيني بس. كل اللي وهنجيب لحضرتك الرساله اللي بعتناها لحضرتك دلوقتي حالا. اتفضل. ما حصلش. ليه ما حصلش يا فندم؟ حضرتك بتتكلم اهو، اسمعيني بس. اتفضل. كل اللي بتقوليه، طيب كل اللي بتقوليه غير صحيح عني. انا اسمي الدكتور احمد مهران، وانا خريج من القاهره، ومعايا ماجستير من جامعه القاهره، ومعايا دكتور القانون العام. وكل اللي انت قلتيه عني مش حقيقي. مش انا حضرتك اللي قلته يا فندم، دي مستندات يا فندم، والساده الافاضل الضيوف اللي مع حضرتك معانا هم اللي عرضوا هذه المستندات يا فندم. في فيديو عايزين. بصي انا بقول لك وبقول للضيوف اللي عندك، لو في حد فيكم عنده مستند ضدي يطلع بيه على النيابه، انما اللي انتوا بتعملوه ده انا هاخد حقي فيكم بالقانون. طب اتفضل استاذ نبيل. طب في فيديو وصورتين كده عايزين. طيب اتفضل اتفضل حضرتك. خلاص خلصت نقطتك؟ انا مش، انا لسه لا قلت ولا شايف حاجه. طب اتفضل. وانا عندي انا ثانيه، مش فاضل اللي انت بتعمليه. اللي انا بعمله؟ عملتي حلقه عندي يا فندم. انا ما بعملش حلقه عن حضرتك، انا بعمل حلقه عن النماذج اللي لها اقنعه كثيره في المجتمع.